السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم بإذن الله موضوع الجمعة هو عن علوم الأدلة الجنائية والتخصص بشكل كامل. لكن قبل لا أبدأ، أنت تاخذ بالصورة اللي قبل شوي حطيت نقطة بسيطة عند العلوم الأدلة الجنائية، أنه هذا إيش؟ هذا الجزء من ما تقدمه جامعة ميرنا في العلوم الأمنية. طبعا يعلم الله أنه ما دفعوا له ريال واحد أن يتكلم عن جامعته ما بدل، لكن يولمه يا معاذ دفعوا لك يولمه، مهم بحاجة يدفعوا لي. لكن خلينا نكمل لكم. أول شيء قبل أتكلم عن التخصص يا جماعة، أبل جابكم أنا ورا، أنا ما راح أبدأ معكم بالصفر، لا ما قبل الصفر زين، بقليل عشان أنا وياك نكون على يعني صورة واحدة عشان أقدر. يلا الحين نبدأ، واضح فاهمين يا جماعة؟ تمام، بسم الله. أولا يا جماعة واجب التنويه أني راح أتكلم عن علوم الأدلة، العلوم في الأدلة الجنائية زين، ما عدا ذلك أنا والله غير مختص، فكل اللي انا بقوله هو اللي يوصلك لين العلوم في الادله الجنائيه. قد تكون طالب شريعه، او قد تكون كنت مثلا تبغى تكون محامي او مثلا محقق، هذه كلها ايضا موجوده. جامعه نايف العلوم الامنيه توفر هذه الامور ايضا في تخصصات معينه، اما في الماجستير اما او في الدبلوم العالي. هذا امر. الامر الاخر بالنهايه انا باذن الله راح اعطيك الفرق بين الماجستير والدبلوم العالي زين، وش الفرق يا معاذ؟ انا لما ادخل ماجستير لما ادخل دبلوم عالي زين، راح امشي في كذا نقطه لعل وعسى باذن الله انك تحصل يعني تاخذ الحصيله العظمى من المعلومات باذن الله، وتستفيد وتفيد غيرك ايضا. انا كشو اقول لكم؟ يلا على السنابات الجايه سلمك الله. احنا بوريك الان شيء من اللي انا قلت بحاول ايه كثر هرجيه كثر هرجيه وقف اصبر. شوف انت الان لما هذا انت في الثانوي تخرجت، طلع عمرك مسار علمي تمام، في عندك لما تروح المختبرات الطبيه زين، كلية العلوم الطبية التطبيقية أو كيمياء أو أحياء. طب تقول ما تقول مو طب أنا كيمياء عام ما أدخل، أقول كيمياء عام ما تدخل. طيب كيمياء حيوية أدخل، كيمياء حيوية تدخل. طيب أحياء نفس الشيء. طيب هذه كلها طال عمرك تأهلك زين إنك تدخل أو تدرس في ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، هذه كلها تؤهلك يا صاحبي. إذا تبي تسوي سكرين شوت تسوي سكرين، بس واضحة يعني إن شاء الله، فهمت علي؟ طيب وجب التنبيه يا جماعة، هذا جامعة نايف العلوم الأمنية. بعضكم يقولوا جامعة الملك عبد العزيز، طيب يا معاذ، طيب جامعة تبوك، جامعة الطائف، اي بعضهم يدرس سموم مخدرات صحيح، لكن في الغالب انهم لازم تكون معك شهادة صيدلة زين. حق تبوك الظاهر يقولك لازم يكون عندك بكالوريوس صيدلة اذا ما خاب ظني، قريتها انا اليوم والله صراحة بس ماني متذكر بالضبط. لكن اهم شيء تركيزي اليوم على جامعة نايف العلوم الأمنية تمام. بالنسبة للمعدل يا جماعة لازم يكون معدلك 3.75 للماجستير، 3.75 من 5 مو من 4 من 5. في الدبلوم العالي لا، الدبلوم العالي إذا كنت بتدخل دبلوم عالي في سموم مخدرات تمام 2.75 أو تقدير جيد يعني من 5 زين. هذا بالنسبة للمعدل. جيت طال عمرك قدمت عليهم، السلام عليكم هذه أوراقي أنا بقدم عليكم ماجستير زين العلوم في الأدلة الجنائية. طيب تقولوا معاذ وش يطلبون مني؟ راح أذكر لك أيضا الأشياء الأساسية اللي سلمك الله تقدمها. عندك الشهادة أو وثيقة التخرج، عندك السيرة الذاتية طبعا، عندك السجل الأكاديمي، عندك شهادة امتياز. إذا كان عندك اختبار إنجليزي أو عندك شهادة اختبار إنجليزي يعني مثلا ستيب أو آيلتس تقدمها، هذه كانت اختيارية وقتها، أنا ما أدري بتبتونها يعني تصير إلزامية، أنا ما أدري والله. هذا بس عشان إيش؟ لأنه مقرب الإنجليزي، فطبيعة يعني يكون إيش يأخذون الناس عندهم إنجليزية كويسة ما يتوهقون فيهم بالترب، يقول لا أنا والله ما أعرف أنا ما فهمت أنا، فيتعبون معه. فكان وقتها يعني زيادة حظوظك في القبول إنك تقدم اسمها اختبارك، شهادة اختبارك. بعد طال عمرك بعد ما تقدم هذه يكون في مرحلتين، قبول مبدئي وقبول النهائي. طبعا يا جماعه البديهي اللي هو بطاقه الاحوال او يعني هذا شيء بديهي يعني، فقط ذكرت المستندات يطلبونها منك انت كطالب، ومشهد صاحب العمل اذا كنت موظف طبعا يطلبونها منك، يقول لك لازم تكون متفرع، ما توهق انت تقول والله انا عندي دوام انا عندي كذا تشغلنا، لا. اضف الى ذلك زي ما قلت في قبول مبدئي وقبول نهائي. قبول مبدئي انه والله احنا قبلنا اوراق، قبلنا كل شيء زين، باقي القبول النهائي اللي ايش نحدد لك احنا مقابله زين. طبعا وقتها كانت مقابله اونلاين، نحدد احنا مقابله ونقابلك ونشوف اذا وافقنا عليك ولا لا. بعدين يقبلك المقابله النهائيه زين، خلاص الان صار فيه قبول نهائي زين،
ف يعني بعد ما تخلصت المقابله يرسلك رساله: يا فلان نبيك تسدد الرسوم الاوليه اللي عليك. وكم الرسوم الاوليه؟ انا بقول لك الرسوم الاوليه طال عمرك كل ترم 25,000 ريال مده سنتين، الماجستير سنتين. هذا يا جماعه بخصوص الماجستير. بخصوص الدبلوم، لا الدبلوم سنه واحده كل ترم 25,000 ريال. زين، في منحه؟ اي في منحه، لكن اليتها ماني بعارف كيف مشين المنحه هم صراحه، كيف مشغلينها وكيف اليه القبول ماني بعارف صراحه. لكن اللي عارفه انه يقولك انه اذا جبت في الترم الاول والترم الثاني في الماجستير، في الترم الاول والترم الثاني جبت 4.50 معدلك، 4.50 وفوق، ان ترى ما باقي تكون على حساب الجامعه. ايضا اضيف الى ذلك اني انا ماني بعارف صراحه كيف الاليه. زين، لكن على وقتها، على وقتها ما في، على وقت ان شاء الله جاء تقديم، قدمت استفسر زي ما تبي. دخلت الان العلوم في الادله الجنائيه، وفقك الله دخلتها، دفعت فلوسك كامله 25,000 ريال، ونزلوا لك جدول وقالوا يلا بتباشر او تباشر، تبدا الدراسه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه، وهذا الجدول طال عمرك. انت اول ما تشوف الجدول دول واو، اول ما تاخذ جدولك طال عمرك انت بتركز بحاجتين. الحاجه الاولى جدولك، تقولي طيب الدلخ بديهي، لا بقول لك لا اصبر حبيبي، انت بتداوم 3 ايام فقط في الاسبوع، انت عندك 3 ايام فقط دوام في الاسبوع، الثلاثاء والاربعاء وخميس. لبيه وفله والله دعاثه، لا مو بدعاثه هي بتعرف ليش، بس المهم انك الثلاثاء والاربعاء وخميس انت بتداومه فقط. احد واثنين وثلاثه تقول وش يسوي فيها؟ احد واثنين وثلاثه للبنات، الثلاثاء والاربعاء وخميس هذا للعيال. واضح؟ واضح. الشيء الثاني انت بتركز عليه طال عمرك اللي هو ايش؟ في العلوم في الأدلة الجنائية يقول لك اسمع، ترى في مسارين، في مسارين، في مسار السموم والمخدرات في نهاية السنة، في نهاية آخر فصل في المسار، وفي بصمة وراثية. ها الحين انتبه انتبه، عشان ما تجي آخر ترم تقول والله ما دريت. حدد من الحين، يعطي العالم من العلم من الحين، عشان لا تجي آخر ترم نقول لك ها وش بغيت، تقول والله بصمة مخدرات، تقول تم. طبعا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، صارت الآن هي تحت رعايته. زين، الدعم المعنوي والمادي غير محدود، كلها تجي الجامعة. واحد هذا شيء. الشيء الثاني أنت بتقول جامعة حكومية، طيب أكيد بقول لك لا، مين جامعة حكومية هذه طال عمرك؟ جامعة الاتحاد العربي، بمعنى أن الجامعة دي طال عمرك جم العرب كذا، الدول العربية قالوا نبي حنا جامعة تخص العلوم الأمنية. السعودية قالت طيب عندي أنا، تحطوا أنا الموقع، عندي أنا الموقع علي والدعم المادي والمعنوي علي، بس نحن نتفق جماعة وأن نفيد نفسنا ونفيد غيرنا بعد. قالوا تمام ما عندك مشكلة. فصارت هذه الجامعة الآن موجودة يعني في السعودية، جامعة نايف للعلوم الأمنية. بتقول ليش ما قلت جامعة الأمير نايف؟ هي اسمها كذا، جامعة نايف للعلوم الأمنية. فأنت الآن دخلت الجامعة بمشيئة الله. زين، دخلت الصراحة العظيم هذا. بعد ما دخلت الجامعة، ترى الجامعة يا جماعة تشمل أمور كثيرة في العلوم الأمنية والجنائية، القانون الجنائي والأمن السبراني وال يعني حقين الشريعة لهم مجال، حقين الأدبي بعض يقول أنا أدبي لهم مجال، علم النفس لهم مجال، يعني في أكثر مجال يعني بإذن الله يكون لك مسار فيه بإذن الله تدخله وتوفق فيه بإذن الله وتستمر. أنا بتكلم مثلا عن العلوم في الأدلة الجنائية. الآن بعد ما دخلت العلوم في الأدلة الجنائية أنت في أكثر من مادة تدخلها وتستمتع فيها، من ناحية دراسة ومن ناحية تدريب، من ناحية علم ممتع حرفيا، علم ممتع وجديد، فهمت علي؟ وفي صدد تطويره. الآن دخلت المسار الجميل هذا. بعد ما تدخل المسار الماجستير أو الدبلوم العالي، أنت راح طال عمرك تدخل في راح تمر على الأمن العام، راح تشوف ضباط، راح تشوف ألوية، راح تشوف عميد الأدلة الجنائية، راح تدخل يعني راح تدخل في الأمن العام، راح يورونك مسرح جريمة. زين، طبعا مو بحي إنما تمثيلي. زين، راح يعلمك الضباط أنك ما راح يقصرون، طبعا العميد ما راح يقصر معاك، راح تشوف أشياء كنت تقول هذا أشوف في المسلسلات فقط. راح تستمتع حرفيا، راح تستمتع يعني، راح يعطيك مثلا أدوات معينة، يقول كذا إحنا نرفع شو اسمه الأدلة من مسرح جريمة، إحنا نسوي زي كذا، إحنا نسوي ذاك، إحنا نسوي كذا، احنا ناخذ العينه ونروح نفحصها في المكان الفلاني حرفيا حرفيا انا اضمن لك انك تستمتع في هذه المرحله باذن الله. لكن اذا حاب الموضوع، اذا انت حاب والله شيء ده، انا اضمن لك انك تستمتع. طيب بفضل من الله انت خلصت المسار كامل،
مسار الماجستير انت خلصته معك الان شهاده الماجستير، بتجي تقول معاذ السلام عليكم وعليكم السلام، تقولي ما اسالك هل هو معتمد؟ اقول لك من وزاره التنميه البشريه ايه معتمد، لكن غير مصنف من هيئه التخصصات الصحيه. طيب ابلا واشربها، بقول لك ايه بس اصبر خليني اكمل. هم يا جماعه السنه الماضيه كان معتمد، كان معتمد، السنه هذه شالوا اعتماد، يعني اكيد في بلاء. اقول لك لا ما في بلاء، بس عشان الجامعه جددت الدماء في التخصص، قالت احنا نبغى انجليزي 100% زين، ونبي يعني زي ما تقول نفصل هذا عن هذا، ونكون علوم مدني جنائيه فيها بصمه وراثيه وفي سم مخدرات. فهي التخصصات صحيح قالوا لا على كذا نشيل عندكم اعتماد ونسوي مراجعه للمسار حقكم مره ثانيه عشان نعتمد مره ثانيه، فهمت علي؟ لكن الدبلوم العالي للسم المخدرات تم تصنيفه السنه دي مع بدايه الترم زين، نهايه الترم هذا الترم الاول اللي اخذناه خلصنا تم اعتماد من قبل التخصصات الصحيه، وهذا مبشر خير انه راح يتصنف ايضا المسار العلمي في الادله الجنائيه، فهمت علي؟ لانه هو مسار العلمي في الادله الجنائيه لازم يسوون مراجعه كامله على سم المخدرات ومراجعه كامله على البصمه الوراثيه، يرجعون المواد فهم كيف المختبرات والياتها وطريقه عملها وزي كذا عشان يصنفونه. خلصنا احنا موضوع التصنيف، الان معك شهادتك زين، دوت ما ادري ايش اسوي، وش الجامعه، وش الاماكن توظفني. شوف لما تذكر سموم مخدرات فالطبيعي بيجي بالك ايش زين، وزاره الداخليه، مكافحه المخدرات، اي مختبرات تابعه لوزاره الداخليه، وزاره الدفاع، المباحث، سمها زي ما تسميها زين، انت هناك لك منصب، لا مو منصب، لك هناك شاغر. اللهم صل عليك يا نبي الله. وفي ايضا بالنسبه لما عداهم يعني مراكز الابحاث في البصمه الوراثيه، المختبرات البصمه الوراثيه والحمض النووي في وزاره الدفاع التابعه لوزاره الدفاع، هذه كلها تبعهم، هذه كلها اقسام تمديك تدخل فيها. ايضا في مستشفيات شو اسمها المستشفيات الحكوميه والمستشفيات العسكريه، فيها ايضا قسم خاص من قسم السموم المخدرات عندك ايضا تدخل وتتوظف فيه. هذه نقطة. النقطة الثانية بتقول لي طيب معاذ متى ترقى؟ متى أصير أخصائي أول؟ مثلا أخصائي مختبر أول أو ما يعني شيء مماثل بعد ما تكمل. طيب إي صح نسيت أذكرك نقطة. أنت بعد ما تخلص الماجستير تكمل سنتين خبرة عمل، بعدين يعطونك إيش؟ هي التخصصات الصحية، قلت أنت الآن مستحق ليش الترقية، يعطونك أخصائي أول. سم هذه تصنيفك أنت الآن أخصائي أول سموم مخدرات، او اخصائي اول مثلا علوم جنائيه، علوم مدري جنائيه زين، سموم مخدرات او بصمه وراثيه. طيب انا بتكلم عن الماجستير والدبلوم العالي، ايش الفرق؟ طيب الماجستير طال عمرك تخلصه في سنتين، الدبلوم العالي تخلصه في سنه. الماجستير طال عمرك تدخله زين المسار هذا بعد ما تخلص البكالوريوس، الدبلوم العالي تخلصه بعد ما تاخذ البكالوريوس. طيب وش دبلوم؟ اي اسمه دبلوم عالي ما قبل الماجستير ما بعد البكالوريوس. الدبلوم ما تاخذ بعد ماجستير، الدبلوم ما تاخذ بعده دبلوم عالي، لا لازم تخلص البكالوريوس اول ثم تكمل عليه دبلوم عالي او ماجستير. طيب انا في السناب الجايه راح اعلمك الفرق زين بين هذه وذيك زين، لعل وعسى انها تفيدك باكبر قدر ممكن زين. فالسناب الجاي سوي سكرين شوت في حال او اقراها، اهم شيء المعلومه توصل. سألت أحد الضباط وقتها عن موضوع أن المدني يروح مسرح جريمة، قال هذه في حالات نادرة جدا، في الغالب يكون العسكري هو اللي يروح زين، الضباط والعساكر هم اللي يروح يرفع شو اسمه الأدلة في مسرح جريمة. يقول غالبا المدنيين يقول يكون موجودين في المختبرات لتحليلها يعني. فإيه هذا ردنا على أحد الأسئلة اللي جتني، أحد الأسئلة اللي تجين تقول طيب أنا معاصر محقق، لا ما تصير محقق، انت كذا بتزيد الهم عليك همين يعني، محقق وفوقها ترفع ادله وتحللها، انت كذا دخلت في دوامه عويصه يعني. فانت وظيفتك طال عمرك مخصصه شيء معين، تصوير ولا رفع دليل من مسرح جريمه ولا خليك مسارك، فهمت؟ عشان هذا تنظيم. فانت طال عمرك زين يجيك الدليل انت تروح تحله، طلع من الدي ان ايه، طلع اذا كان في دم ولا ما في دم، هل دم انسان ولا دم حيوان،
الطابق مطابقة بين مثلا حمض النووي أو مطابقة تبكرام، تبكرامة بصمة حذاء أو بصمة إصبع وما إلى ذلك، أو مثلا تشيك هل هذا المستند مزور أو الورقة النقدية هذه مزيفة، هذه كلها تشمك أنت، فهمت علي؟ ف أنت هذا المجال بس. يا جماعة أنا نسيت وما نساني ولا الشيطان أنا أذكره، موضوع الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية البيوتكنولوجي أيضا دوري من التخصصات المقبولة أيضا في هذا المسار. أنا أعتذر إني نسيت والله العظيم سقطت سهوا، ذكرني في واحد قال طيب والصيدلة، تذكرت صيدلة تكنولوجيا حيوية أيضا من المسارات إضافة، يعني سبع تخصصات يقبلها المسار هذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. أتمنى أن وفقت في إيصال المعلومة بأكبر قدر ممكن. إيه تعالي بعدين تقولي مو هذا، أنا أبو عيد تخصص البنات، أبو عيد أسنابات تسوي له سكيب، يعلم الله أني استودعكم الله ونراكم على خير. إن شاء الله أني غطيت أغلب الأسئلة بخصوص الرواتب. يا جماعة من الرواتب ترى أنا ما عندي، عشان ما أكون واضح من الآن، أنا ما عندي بخصوص الرواتب مرة، ما عندي وجب التنبيه يعني. يعني آخر شيء ودك تشوفه الحين وجهي، لكن اصبر معي. هذا أبعطيك أنا رابط تغريدة للجامعة زين، فيها يتكلمون عن التخصصات الأخرى غير العلوم الفلاد الجنائية، لعل وعسى بإذن الله يوم من الأيام تكون زميل لي في هذه الجامعة.